مرحبا، شوكم متابعينا الكرام، ان شاء الله الكل بخير وصحة وتمام العافية. ان شاء الله اليوم هذا الفيديو راح نشوف طريقة عمل ديكور كلش راقي وكلش بسيط، طبعا باستخدام علب الجبن اللي تفرغ عندنا، واستخدمت ايضا هاي عندي صينية حديد ما احتاجها. اذا ما عندك مثلها حتى لو سلة بلاستيك او صينية خشب تقدرين تسوين بيها هذا الديكور. طبعا حبيت اشارككم هاي الصورة، دزت ليها صديقتي وحبيبتي ام هادي صاحبة مطبخ سورة البصراوي. طبعا هذا الديكور اللي مسويته تطبيقا لاحد فيديوهات القناة، واللي هي طريقة عمل العطور الزيتية بالبيت. طبعا شغلها ما شاء الله روعة، والديكور يجنن، الله يسعدها ان شاء الله. اول خطوة راح نسويها بتحضير ديكورنا لهذا اليوم، راح اخذ الغطاء مال علبة الجبن اصبغه. طبعا انا راح اصبغه باللون الفضي، انا احب الالوان الفضية، واسوي ثقب بوسط بوسط هذا الغطاء مال العلبة. هاي بعد ما صبغته ونشف وسويت، طبعا استخدمت انا الدريل حتى اسوي هذا الثقب. راح اخلي هاي اليدات الكريستال، هاي اشتريها من التجهيزات المنزلية. شوف انت شنو عندك يعني بزايد بالبيت، يد خشب يد كريستال بكيفك، حتى لو يد قديمة وصبغيها بنفس لون العلبة اللي راح تسويها. وعمل هذا الديكور انا عندي شغلات بسيطة بالبيت، هاي الدانتيلات، هاي المرة طبعا انا اشتريها جاهزة من الامازون، هي بيها لاصق يعني منها وبيها. بس اذا ماكو من عندها تقدر تستخدمين مراية تكسريها وتلزقيها بالغرة، يعني تفي بالغرض. انا عندي هواية ديكورات سويتها بالمري، اكسر المراية والزقها بالغرة. بس شفت هاي الطريقة مدام موجودة يمنا وسعرها يعني مناسب، فحبيت انا اشتريها واجربها. وتبقى طبعا مثل ما قلت طريقة عمل الديكور يبقى يعني الواحد شلون حاب يسوي وبالمواد الموجودة عنده. طبعا هذا الدانتيل من قصيته شوية بالنار، مشيته على النار حتى لا يبدي يطلع خيط، لان هذا دائما يبدي يطلع خيوط ويخرب عندنا. فشوية بالجداحة او بالشخاطة وتسوي حتى يطلع خيط. هاي بعد ما كملت عندنا العلبة، هسه راح نبدي نشتغل بالصينية. طبعا هاي الصينية رجعت صبغتها اني مرت اللخ باللون الفضي، واخذتها لابو الجام قصولي عليها مراية نفس القياس، وطبعا اطرتها من الخارج بهاي الدانتيلات اللي عندي. هاي هم اشتريها من الامازون، انا بالعراق هم شفت من عندها الخياطات هواي يستخدمون هذا الدانتيل الفضي، واكو من عنده ذهبي. هسه راح الزقها داير مداير الصينية هاي الاشرطة بهالشكل، والمراية اذا حابة تضيفي لها صمغ بكيفش، بس انا يعني تقعد عندي فت بالصينية حتى ما يحتاج اخلي لها صمغ، يعني ما توقع ما تتحرك. وهذا الفيديو مالتنا لهذا اليوم خلص، ديكور كلش حلو بسيط وراقي، تقدرين تخليه باي ركن من اركان البيت. طبعا انا خليت بيه هاي المبخرة وخليت بهاي العلبة، عندي بخور جاهز خليته بيها. ان شاء الله هاي الافكار تنال اعجابكم وتطبقوها، والتقيكم ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.